ساينسز وقلنا ان في سنجل وفي بير. بيتهيألي كنا خدنا حضراتكم السنجل والبير، واخر واحد خدناه في البير كان كافيرنس، وهو يعتبر اهم واحد فيهم اللي هو كافيرنس ساينس، اللي هو كان موجود على جانبي البادي اوف سيلويد. اللقطه دي احنا شايلين الغطا الجمجمه وشايلين البرين، شايفين النورمال سالس انفيرنا. ادي ده هنا السله ترس، ادي تبع البادي اوف سيلويد، انا على جانبي البادي اوف سيلويد، هو ده اللي كان اسمه كافيرنس ساينس. خدنا حدوده، ايه اللي قدامه وايه اللي وراه وايه اللي ميديال ليه وايه اللي لاترال ليه. واخر حاجه كنا وصلنا لها كان دي الحاجه اللي ماشيه جواه. خدنا ان جوه الساينس كان في الشريان ده اللي بيجي من خارج الاسكال ويدخل، كان اسمه انترنال كاروتيد ارت. وخدنا جوه الساينس في النيرف دوت اللي جاي من الفونس ودخل الكافيرنس ساينس حتى ماشي انتيريور لاترال للارتري، ده اسمه ابديوسنت نيرف. وقلنا ده يدخل بعد كده جوه العين عشان يدي العين عضله اللي بتشد العين لبره بتعمل فيها اب دكشر. خدنا ان في عندنا اربع نيرفات امبيدد ان ذا لاترال وول اوف ذا ساينس، حتى قلنا دول مش جنب بعض كده، دول تحت بعض كده اهو، اللي هما الثالث والرابع. الاثنين الثالث والرابع دول جايين من اهم الميد بريد، ثالث اسمه اوكيلوموتور ورابع اسمه توفيا. كانوا الاسامين جت منين؟ وقلنا دي الترايجيمينال جانجليون، ومدياني ثلاثه ديفيجنز، اثنين منهم كانوا بيدخلوا يبقوا امبيدد في اللاترال وول، كانوا العصب الاوبسالميك والماكسيلر. طبعا دي رسمه الفيرد ساينسز، ادي ده ترانسفيرس يمين عمل سيجمويد يمين، ترانسفيرس شمال عمل سيجمويد شمال. ادي حضراتكم السوبيريور بنتروزال، وعرفتوا انه رايح يصب في الترانسفيرس، ودوت الانفيريور بنتروزال، عرفتوا انه رايح يعدي من نفس الخرم اللي معدي فيه السيجمويد اللي هو جاجلر عشان اصب في الانترنال جاجلر بين جاست اوتسايد السكال. وبعدين حضراتكم اعتقد ان احنا قلنا ده اللي اسمه سكيمو بارايتال ساينس، اما اللي على جانبي البادي اوف سبينويد ده يبقى مين؟ كافيرنس. طبعا ده واحد من السنجل اللي هو بازلر بلكسس اوف بينز، وده واحد من السنجل اللي هو اوكسيبيتال ساينس. دي الرسمه بتاعت الكورنال سيكشن اللي زي التاج بتاعت الكافيرنس ساينس، ادي البادي اوف سبينويد وجواه سبينويدال الساينس انا على جانبيه. ادي حضراتكم لو سمحت لو انت بصيت هنا البادي اوف سبينويد فيها بيديوتري جلاند، وادي الستوك بتاعتها او الانفانديبيلا، وادي هنا ده اسمه سبينويدال اير ساينس جوه البادي اوف سبينويد، ادي ده الكافيرنس ساينس، ودي الحته بتاع المخ اللي لاترال الكافيرنس ساينس قلنا تبع التمبورال لوب اسمها انكس. الناس اللي بص ادي الانترنال كاروتيد ارتري وانتيريو لاترال دي ابديوسنت نيرف، وادي اللقطة عن الفات دول اللي امبيدد في اللاترال وول اللي هم 3 4 و 2 ديفيجنز بتوع 5. في طالب المره اللي فاتت عجبته وشيكو جه سالني امال ايه ده؟ قلت له ده الانترنال كاروتيد، ما هو بعد كده هيسيب الساينس. يعني الانترنال كاروتيد بيمشي جزء من الكورس بتاعه هو الساينس، بعد كده بيسيب الساينس ويطلع فوق السقف بتاع الساينس. دخل جوه الساينس عشان البالسيشن بتاعه يساعد ان الدم الفينس بتاع الساينس يتحرك بدل ما يحصل له ستاجنيشن يعني ركود. طيب هناخد ايه بقى النهارده؟ ان شاء الله عايزين ناخد التريبيوتورز او الكوميونيكيشنز اوف كافيرنس ساينس، وعايزين ناخد الايميشري بينز بيتيوتري جلاند، ونبدا في الاورجن عشان ان شاء الله انا هتلاقيه محاضر. انا مش بديك بقى، واللي هيستلم مني هيستلم من بدايه النكت. انا عندي النهارده لازم ابدا جزء في الاوربتال ان شاء الله، واكملها يوم الحد الجاي. ومن يوم الاثنين دكتور ايمن هيكمل معاكم نكت. بص معايا كده الناس اللي باصه معايا، ادي هنا يا جمال يا شباب كابتن، ادي حضراتكم هنا هو ده رسمه توريني الكوميونيكيشنز بتاعت الكافيرنس ساينس. فين الكوميونيكيشنز بتاع الكافيرنس ساينس دي؟ كل بص معايا، ادي الكافيرنس ساينس اهي بيجي لها ايه من قدام. فواحد جدع قال لي ادي حضراتكم الاي بول
وكان الاي بولب بيبعت لها ارتري اسمه اوفسالميك ارتري واحد، بس بيرجع منها اتنين اوفسالميك فيز، واحد سوبيريور والتاني انفيريور. يبقى انا بودي للعين اوفسالميك ارتري واحد. سمعناه حضراتكم مع الارتيريال سبلاي بتاع السكالب والفيس، لانه كان بيدي حاجه اسمها سوبر اتروكيلر وسوبر اوربيتال ارتريز. كان قبل ما اروح للسكالب الاول يعدوا على الابر ايليد، وسمعنا كمان برانش ثالث للاوبسالميك ارتري بس تبع الفيس كان اسمه دورسال نيزال ارتري. انا لو وحش ما اقولش الكلام ده، انا بفكرك بالقديم عشان ما تنساش. يبقى اوبسالميك ارتري واحد سمعتوا له لغايه دلوقتي من ضمن برانشاته ثلاثه. بص بقى يا استاذ الفاضل، الاي بول هيرجع منها اثنين اوبسالميك فيس، عايزين يروحوا للكافيرنا الساينس يعدوا من الفيشر اللي في النورمال ريزالس انترنال اللي اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر، يصبوا في الكافيرنا الساينس من قدام. ادي حاجه. واحد جدع قال لي امال ايه ده الساينس اللي كان بيمشي على الليسر وينج اوف سفينويد كان بيصب في الكافيرنا الساينس من قدام، كان اسمه ايه يا رب حد يفكرني؟ سفينوباي. اللي مش عاجباه دي الرسمة وحشة في نظره، بص دي بس ركز فيها هتلاقي نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط. يلا حبيبي ادي الكافيرنا الساينس اهو، بص هتقول لي صح، شفت الاثنين اللي جايين العين دول؟ دول الاثنين اوفسالميك فيز. هتقول لي بس انت رسمهم احمر ليه؟ وانا هنا عامل شويه اخضر على ازرق على احمر، انما كلها فيز، لان لو عملتها كلها ازرق فازرق هيجي لك التشنجات. فلو سمحت ادي دول فيز جايبين الدم من العين وراجعين، اسمهم اوفسالميك فيز. وادي ده اللي هو مش باين، ده حضراتكم اسمه سفينوبارايتال ساينس. يبقى الاوفسالميك فيز والمنقط ده رايحين يصبوا حضرتك في الكافيرنا الساينس من قدام، اللي هم اوفسالميك فيز وسفينوبارايتال ساينس. ماشي. بص لي هنا من ورا، يا رب حد يقول لي انا فاكر من ورا ده كان ايه اللي يحصل. كان بيطلع اثنين ساينس بيطلعوا من البوستيريور اند بتاع الكافيرنا الساينس، واحد يمشي فوق العظمه الصخريه كان اسمه سوبيريور بيتروزل، والتاني يمشي تحتيها في شق اسمه بيترو اوكسيبيتال فيشر ما بين البيتروس والاوكسيبيتال بون، كان اسم ده انفيريور بيتروزل. ده كان بيطلع من الكافيرنا الساينس من ورا ويروح يصب في الترانسفيرس قبل ما يبقى سيجمون. ده كان بيعدي من الجاجلر فورمين عشان يروح يصب في الانترنال جاجلر فين جاست اوتسايد السكال. فين الكلام ده هنا؟ بقولك اكتر من منظر عشان ما تبقاش مذهول. الناس اللي بصه معايا الكلام ده اهو، بص الحلاوه دي بقى، الاثنين الخضر دول طالعين من الساينس من ورا، ده السوبيريور بيتروزا. ادي عرفت منين؟ قلت له بص ده الترانسفيرس قبل الاكس دي ما يتني ويعمل سيجمون، يبقى ده سوبيريور بيتروزل. اما ده انفيريور بيتروزل. قال له عرفت منين؟ راح يعدي من الشاجلر فورمين اللي كان عدى فيها السيجمون ده عشان يعمل انترنال شاجلر بين، فانا رايح اصب في الانترنال شاجلر بين جاست اوتسايد السكار. في واحد بقى نايم فبيقول لي ايه؟ بيقول لي بس دول خارجين من الكافيرنا الصالح. ما انا قلت تريبيوتريز اند كوميونيكيشنز، وعلى فكره ممكن نعتبرهم من ضمن كمان التريبيوتريز. عارف ليه؟ عشان الساينسز ما فيهمش حضرتك فانز كونتينو فانز، فالدم راجع ورايح، فممكن نعتبرهم كمان من ضمن التريبيوتريز. انا كده خدت من قدام جالي ايه ومن ورا طلع مني ايه. تعال بقى من فوق بص كده لو سمحت. الناس اللي بص معايا قال لي من فوق هيجي لي فين جاي من المخ. طبعا من اي قد كده فصين الكبار بتوع المخ كان اسمهم سيريبرم. الفين ده ماشي سوبرفيشال في نص المخ، اسمه ظريف قوي، سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين. اسمه ايه للناس اللي جت نام؟ سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين. يبقى انا جالي من فوق فين من المخ اسمه سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين. بص لي بقى من تحت، من تحت بقى حدث ولا حرج، هيجي لي انيشري فينز كتيره. ايه الانيشري فينز اللي كونكتد للكافيرنا الساينس؟ بص معايا والله العظيم سهل. اولا دي التريجويد فينس بليكسس، فاكرينها؟ اللي
كانت في الانفراتيمبورال فوسا سوبرفيشال اند ديب تو ذا لاترال تريجويد. كان هذه التريجويد فينس بلكسس اللي فيه كذاكر كان ممكن تنقل انفكشن جوه الكافيرنس سايتس. بحب قوي اجيب القديم ده عشان اشغل لك دماغك. كان الكافيرنس كان الدينجرس اريا بتاع الفيس كان فيها انتيريور فيشال بين، وبعدين في بين اسمه انفيشال بين، وبعدين اروح للتريجويد فينس بلكسس. وساعتها كان مكتوب ايه؟ قلت لك الكلام ده هنزود عليه. كان مكتوب ان في انيشالي بين بيعدي في الفورم الاوفال يوصلني في الكافيرنس سايت. بس انا ساعتها قلت لك لا، ده كمان في عندي انيشالي بينز هتعدي في الفورم لازم. فاللي باصص معايا هيلاقي حضراتكم الاتي، انا من تحت جاي ادي واحد اهو انيشالي بين موصلني بالتريجويد فينس بلكس. بص بقى ده تعدى في الفورم منين؟ اوبال. طب ودول انيشالي بينز معديين في الفورم الازرق، في منهم موصل السايتس بالتريجويد فينس بلكسس، وفي منهم موصلهم في بلكسس ريليتد للفارنكس البلعوم اسمه فارنجيال فينس بلكسس. ده على فكره اللي بيوصل التريجويد فينس بلكسس بالكافيرنس مش واحد فين بيعدي من الفورم الاوفال، ده في بيعدي من الفورم الاوفال وفي بيعدي من الفورم لاسر. ده ايه اللي بقى دي؟ دي كان اسمها كارود فورم او كانال. حضرتك في عندك انيشالي بينز بتعدي في الكاروتيد فورم او كانال اللي هي حضراتكم بيدخل منها الشريان اللي اسمه انترنال كاروتيد ارتر. توصلني بايه الانيشالي بينز اللي عدت في الكانال دي؟ بتوصل الكافيرنس ساينس يا بالفارنجيال فينس بلكسس يا بالانترنال جاجولار فين. على فكره احنا ضربنا عصفورين بحجر واحد والناس نايمه. ايه العصفورين بحجر واحد؟ خدنا تريبيوتريز او كوميونيكيشنز اوف الكافيرنس ساينس. ولما نيجي ناخد الانيشالي بينز هتاخد ان انت في انيشالي بينز كونكتد للاس اس اس سوبيريور سيرجيكال ساينس، انيشالي بينز كونكتد للسيجمويد ساينس، انيشالي بينز كونكتد للكافيرنس. انا يعتبر خلصت بتوع الكافيرنس. ممكن نقولهم الانيشالي بينز اللي كونكتد للكافيرنس اللي معدي في الفورم الاوفال وصلني بال تريجويد فينس بلكسس، اللي معدي في الفورم اللازق وصلني بالتريجويد فينس بلكسس ويل فارنجيال فينس بلكسس، اللي معدي في الكاروتيد كانال موصلني بالفارنجيال بلكسس او بالانترنال جاجولار فين. حبايبي انا كده بسرعه نسمع مع بعض تريبيوتريز او كوميونيكيشنز بتاعه الكافيرنس ساينس. الناس اللي باصه معايا هيلاقي الايه. يلا حبايبي من قدام العين جاي وسلم البيت وجايين كمان سفينو برد. على فكره في حاجه اسمها الريتنا، شبكيه العين، شبكيه العين الريتنا الطبقه الداخليه في العين. هنقول لك النهارده اسامي طبقات العين. الطبقه الداخليه بتاع العين بيخلق شريان اسمه سنترال ريتنال ارتري، بيرجع منها فين اسمه سنترال ريتنال فين. السنترال ريتنال فين دوت بيصب حضراتكم في الكافيرنس ساينس بس مش موجود معانا في الصوره. يبقى من قدام في اوفسالميك فينز ودي سنترال ريتنال فين مش جاي معانا، وادي سفينو بارايتال ساينس. عايز اسمع اللي طلع من ورا يا رب حد يقول. ده اسمه سوفيت، ده بيصب في الترانسفيرس، وده اسمه انفيرد، راح يصب في الانفيرنال جاي اوتسايد السكال. طب اللي من فوق جاي من المخ ده يبقى سوبرفيشال ايدل سيريبرال فين، ماشي على السوبرفيشال سيرفيس بتاع المخ في النص. اما اللي من تحت دول يبقوا انيشالي فين. اسمع اللي عدى في الفورم الاوبال وصلني تريجويد، اللي عدى في اللازمه موصلني بال تريجويد وفارنجيال، اللي عدى في الكاروت حضرتك كانال موصلني يا اما بالفارنجيال يا اما بال انترنال جاب. على فكره لما تبقى تتزنق في الامتحان في اي خرم فورم يبقى اكتب انيشال جديد. امتحان عملي لما يجي لك كل حاجتين وانت تفتكر حاجه ومش فاكر التاني اكتب انيشال جديد. مش حلو كده؟ ريح نفسك. الناس اللي باصه هل كده خلصت التريبيوتريز او الكوميونيكيشن يا استاذ؟ هل كده خلصت التريبيوتريز او الكوميونيكيشن بتاع الكافيرنس ساينس؟ قال لك لا لسه. لسه ايه بقى؟ الناس اللي باصه معايا هنسال سؤال هنا ظريف. السؤال ده بيقول ايه؟ بص كده يا استاذ، احنا كبرنا الساينس هنا على جانبي البادي اوف ايه؟ سبينويد. عندنا في اتنين ساينسز بيوصلوا الكبرنا الساينسز بتوع الناحيتين.
واحد اسمه anterior intercavernous sinus والتاني اسمه posterior intercavernous sinus. واحد قال لي ايه ده؟ انت بتشاور على الدولسا على الحته اللي هي عامله السقف بتاع السله الدولسكا اللي كان اسمها فراجما سيني، مش كان تحت الديورا بلدوس غير ماشيه بالعرض بتغطي على السله الدولسكا والبيتيوتري جلاند، وقلنا اسمها دايفراجما سيني حتى كانت ماسكه في الاربعه كلينويد بروسيسز. قال لك اه، طلع ان ماشي في الدايفراجما سيني دي من قدام حاجه اسمها anterior intercavernous sinus، وماشي فيها من ورا posterior intercavernous sinus. intercavernous يعني ما بين الاثنين cavernous، يعني انا بوصل ما بين الاثنين cavernous sinus، تحطها لي من ضمن الايه؟ contributors او communication. هو في سؤال ظريف، هي الغده دي اسمها ايه؟ pituitary gland. اديت لها دم في اكسجين، هيرجع منها دم خالي من الاكسجين، البنز اللي خارجه مني او راجعه مني تصب في الكافيرنس سايت. يبقى التريبيوتورز او الكوميونيكيشن تاني، في قدام في ورا في فوق في تحت، في اتنين انتر كافيرنس اللي بيوصلوا الاتنين كافيرنس ساينس، ودول ماشيين في الدايكرام ماسيلي من قدام ومن ورا، واخر حاجه في لارج فينز جايه من البيتيوتري جلاند. خلصنا كبرنا الساينس ما عدا الابلايد اناتومي او الكلينيكال امبورتنس. قلنا الناس اللي بيجي لها انفكشن في الدينجرس اريا اوف فيس، الانفكشن ده هيوصل لفين؟ للكبرنا الساينس. بس انا عايز اقول معلومه خطيره، وانتوا عارفين طريق واحد لوصول الانفكشن اللي هو مين بقى الطريق الواحد اللي حضراتكم عارفينه؟ الطريق الطويل بيسموه اندايركت اللي هو ايه؟ anterior facial pain, deep facial pain, trigoid venous plexus, initially veins cavernous sinus. ده طريق طويل انضرب، مفيش حاجه سريعه. anterior facial pain بيتصل بالopsalmic veins اللي جوه العين، والopsalmic veins بيصفوا في الكافيرنس ساينس من قدام، يبقى ده طريق ضيق او قصير. يبقى انت في طريقين لنقل الانفكشن للساينس، طريق طويل وطريق قصير. الطريق الطويل عيب، واحد اثنين ثلاثة وصل. ادي عندك انتيبير فيشل، ديب فيشل، تريجويد فينس بليكسس، انيشال وصل. التاني سهل قوي بقى، انتيبير فيشل وبسالميك بينز كافيرنس. هو اللي عنده كافيرنس ساينس ثرومبوزز، تجمد الدم في الكافيرنس ساينس، يجي يشتكي لك من ايه؟ اولا فيفر سخونه، ما طبعا اي انفكشن عدوى هتعمل لك سخون، ده اللي انا عندي دلوقتي. اوحش حاجه في الدنيا برد الصيف. برد الصيف ده رهيب، بقالي 4 ايام عماله مناخيري دي شغاله مع نفسها. على فيا بقى. اسبوعين عندي. عندك برد؟ وانا اقول انا جالي البرد منين؟ هي بنت جرثومه قاعده في الاسطوره عماله اشاعي. صعب البرد جالي منين؟ لا هو ايه؟ عمال بقى ايه؟ يعني البرد عايز راحه، لازم تقعد في بيتكم تشرب سكر. بص بقى ايه؟ انا كده قلت له يا عم ده بيتكم 11 في العالم. كل يوم اصحى من بيتنا الصبح الساعه انزل 7 ارجع 7 8 بالليل. بس. معلش معلش يعني انا برضه راجع عجوز عنك، يعني انت بتنزل 6 اه بس ما تخش بترجع يعني 8 9 10 لا انت اكيد لما اقصد انا فالواحد اول حاجه يجي بقى يشتكي منها ايه؟ فيبر سخونه، ادي حاجه. ومع الفيبر السخونه هيشتكي من حاجه اسمها انترنال سكوينت او ميديال سكوينت، حول داخلي. جاله منين الحول الداخلي ده؟ النيرف اللي ماشي جوه الساينس اللي اسمه ابديوس. انت رقم كام يا كابتن؟ 6. بيدي العضله بتاعت العين اللي من جنب هنا اسمها لاترال ريكتس. العضله دي بتشد العين بره بتعمل لها ابدكشن، يقابلها جوه عضله اسمها ميديال ريكتس واخده بالعصب الثالث اوكيولوموتور، بتشد العين لجوه بتعمل لها ابدكشن. طول ما انت العضلتين متساويتين في القوه انت اللي بتتحكم امتى تعمل ابدكشن وابدكشن. واحد عنده حصل له ثرومبوزس للدم اللي جوه الساينس، اتضرب عنده العصب السادس فاللاترال ريكتس بقت ضعيفه،
فالميديال ريكتس تبقى هي صفه اليد العليا، فنشد العين لجوه، يسموا ده انترنال سكوينت او ميديال سكوينت، وليه اسم تالت بقى كونفيرجنت سكوينت. كونفيرجنت يعني لجوه، تمام؟ بس اللي بص اخر بقى شكوى ان كوفسالميك فينز مش عارفين يصرفوا الدم بتاعهم، لان الدم اللي جوه الساينس بتضل، يحصل ايه؟ تقوم حضرتك الضغط بيزيد جوه العين، العين عايزه تقلل الضغط عشان مش عارفه تصرف الدم الفينس، فيحصل رشح ميه جوه العين، اديمه، فالعين تبقى اديمتس يعني ورمه، العين هتبقى بلاك او كونجستد، هي سودا ليه؟ لان الدم اللي عمال يتخزن جوه العين ده دم فينس، هو دم خالي من الاكسجين، هو مش حضرتك اسود ولا ازرق، هو احمر غامق مايل السواد او الزرقان. اخر حاجه حضرتك عمال الضغط يعلى جوه العين، العين تعمل بلج للخارج، بيسموا ده بوبتوزز. ادي كده كافيرنا الساينس ثرومبوزز اللي احنا سمعناها قبل كده مع الفيس في الدنجرس اريا، زودنا عليها كلمتين. يبقى النهارده لما اسال حد في الشافعي في كام طريقه بتنقل الانفكشن من الدنجرس اريا بتاع الفيس في الساينس، تقول لي اثنين، في دايركت وان دايركت. حضراتكم لما تيجي تتسال طب يجي العيان يشتكي من ايه؟ تقول لي الثلاث اعراض اللي قلناهم، فيفر، انترنال سكوين، بعد كده بقى حكايه العين اديمتس وكونجستد وبروبتوزز. ايه من شبيبيت؟ والله لو المفروض ان انت عندك كان تتلاقي بدري قبل ما الدم خلاص يبقى يتدمر جوه، هياخد بقى مشكله عندكم. الناس اللي بص معايا العنوان الجاي اسمه ايميشاري بيت. طبعا اول كلمتين في الايميشاري بيت سهلين قوي، ايه هما الايميشاري بيت؟ قال لك دول فالفلس بينز، يعني بينز ما فيهمش فالفز، علشان حضرتك يجيبوا الدم من اوتسايد السكال يدخلوه انسايد السكال للفينا ساينس. وبما ان انا جاي من ارض لان وبيسموه معاهم الاوعيه الناطله، فلو سمحت بيقول لك لازم اخرم السكال واعمل فورامينا صغيره اسمها ايميشاري فورام. ما انا جاي من بره داخل جوه، يبقى لازم اخرم واعمل ايميشاري فورام. ادي تعريف الايميشاري بين. تاني معلومه هتبقى ايه؟ لازمتها ايه؟ ايكوالايز البريشر بيساوي الضغط ما بين اوتسايد و انسايد السكال. قال لك يعني ميزه، ميزه طبعا، بس لو في عندك جرح قطعي في فروة الراس والتاني طبقة اللي هي كانت حضرتك الكونكتيف تيشو الدنس هناك في بينز كتيرة، لو اتقطعت الانفكشن وصل لتاني طبقة، ينقل عن طريق الايميشاري بينز من اوتسايد لانسايد. يبقى ربنا خلي الايميشاري بينز دي حاجة حلوة انها بتساوي الضغط ما بين بره وجوه. هي المشكلة ان ربنا ما خلقليش عندي جرح قطعي في فروة الراس، لو عندك يبقى هاتي الانفكشن من اوتسايد لانسايد. حبايبي مشكلة نقل الانفكشن اني هغلط الدم جوه الفينس ساينسز، والساينسز دي اللي بترجع لي الدم الخالي من الاكسجين تاني للقلب عشان يحول الى اوكسي. فانت لو خلطت الساينسز اللي جوه السكال يبقى معناها بتقلل الدم اللي رايح راجع للقلب تاني، تكون النتيجة بيضخ دم مليان اكسجين قليل للجسم، يبقى الجسم اصلا اندر فاتيج على طول تعبان. الناس اللي بصة معايا ايه بقى عندنا الانيشيري بينز اللي موجودة؟ اللي هيقول لي معرفش اول اتنين دول يبقى ما كانش معانا، الاول اللي كونكتد للكابيرنا الساينس خلصانين، نفس الرسمة هي اللي ياخد باله، ادي الكابيرنا الساينس شايف؟ متوصلة بالانيشيري بينز اهو، اللي معدي في الفورم الاوبال وصلني بالتليجويد فينس بليكس، اللي معدي في اللاسرم وصلني بالتليجويد فينس بليكسس والفارنجيال، اللي معدي في الكاروتيد يا بيوصلني بالفارنجيال يا بالانترنال جاجيلر فين. قديمه صح؟ طب الانيشيري فينس اللي كونكتد للاس اس اس سوبيريور ساجيتال سايت اظن قديمه، فين دول؟ اللي باصص معايا كان في عندك فينس بتاع المناخير، حضرتك تتصل بالسوبيريور ساجيتال ساينس عن طريق ايميشاري بين بيعدي في الفورامين سيكا. والله قلناها ليه لما جينا شرحنا السوبيريور ساجيتال ساينس، حتى فاكر كان انترفيوترز بتاع السوبيريور ساجيتال ساينس غير ده، كان في عندي اثنين ايميشاري بينز، ادي واحد، الثاني اهو، الثاني اهو، البينز بتاع السكال وخصوصا اللي هو اوكسيبيتال تتصل بالسوبيريور ساجيتال ساينس
عن طريق انيشالي بين بيعدي في البارايتال انيشالي فورامين، يبقى الاثنين دول سمعناهم ساعتها قلت لك مين تو انيشالي بين، وانا ساعتها قلتهم لك حصل. يبقى واحد بيوصلني بالفينز اوف نوز عن طريق بيعدي في الفورامين سيكم اهو، والتاني بيوصلني بالاوكسيبيتال فينز اوف سكالب عن طريق بيعدي في البارايتال انيشالي فورامين. يبقى دول سمعناهم قبل كده مظبوط. امال كانت ايه لقيت التربيترز على السوبيريور سيكشنال سايد؟ كان في عندي مننجيال فينز، وكان في عندي حاجه اسمها اراكينويد بلايمي جرانيوليشن اللي هي بتسيب السي اس ام من الصبع اراكينويد بيز من صوبه السوبيريور سيكشنال سايدس، وكان في فينز بتيجي من المخ من فوق اسمها سوبيريور سيريبرال فينز. في ناس طبعا عارفه انا بقول ايه، في ناس بعيد عنك يقول لك انا ما بحبش ابص في القديم، قالوا لنا ما حدش يبص وراه بس رمضان ما يطلع قدام. فكر ان دي زي حاجات بتاعت ربنا بقى، مش بتحتاج وانا قاعد في الامتحان بينزل عليا الوحي من اللي هناك. المهم مره قابلت بنت انا بدون ذاكر اسامي، فقالت لي انا بقالي 3 سنين بدخل فيسيولوجي اولى وثانيه واسقط فيه. قالت لي انا عملت كل المحاولات وسلكت كل السبل القانونيه وغير القانونيه. قالت لي المذاكره ذاكرت. قالت لي درشان برشان. قالت لي سماعه حطيت وملوني الاجابات صرت ارد عليها العفه بالفيسيولوجي. طبعا ماده جميله الفيسيولوجي. قبل الامتحان تلاقي الطالب ايه؟ حالته خلاص اسهال متواصل. صاحبهم اللي بيقولوا قوموا عملت بيبسي على روحك كان الدكتور ناجي الله يمسيه بالخير كان يقول لك ايه؟ كمل الحياه، نفسي اعرف فين الحياه. المهم هي الجميل. المهم يلا يا استاذ، يلا يا استاذ. ايه جمال؟ انا كده بجي بقى مين؟ فطلع واحد جدع قال لي انت كده خدت الانيشالي بينز اللي كونكتد الكابيرنا الساينس، وخدت الانيشالي بينز اللي كونكتد للسوبيريور سيرشنال ساينس، سنتجه للانيشالي بينز اللي كونكتد للسيجمون. بص بقى كده لو سمحت، واحد اهو معدي بخرم اسمه ماستويد انيشالي فورمي. يبقى بص كده على الماستويد بروسيس، بص عليها من ورا، مش الماستويد بروسيس بقى نفسها، ماستويد بارت اوف تمبورال بون اللي بتبعد الماستويد بروسيس، هتلاقي وراها في خرم. الخرم ده اللي موجود فيها من ورا اسمه ماستويد انيشالي فورمين، طلع بيعدي من هنا انيشالي فين يوصلني بالاوكسيبيتال فينز اوف سكال. يبقى الاوكسيبيتال فينز اوف سكال بتدخل دمها جوه عن طريق حاجتين، انيشالي فين معدي فين؟ في البارايتال انيشالي فورمين للسوبيريور سيرشنال سايتس، وانيشالي فين معدي في الماستويد انيشالي فورمين لمين؟ للسيجمويد سايت. في عندكم في قاع الجمجمة من الخارج كان في عظمتين بارزين كده اسمهم اوكسيبيتال كوندايلز، كان قدامهم في حاجة اسمها انفيديو كوندايلر فورامين، وده استنى 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 وده الاسم الوصفي لانها قدام الكوندايل، الاسم الوظيفي هايبوكروس الكامل عشان بيطلع من هنا العصب رقم 12 هايبوكروس. طبعا في طالب عبيط يحفظ انفيديو كوندايلر فورامين ده عبيط لان مش هيفتكر ايه اللي معدي فيها، فتحفظها بالاسم الصح اللي هو هايبوكلوس الكريم. ورا حضراتكم نفس الكوندايل في خرم اسمه بوستيريو كوندايلر فورم، طلع بيعدي فيه انيشالي في، بيوصلني لشبكه من الاورده موجوده تحت الاوكسيبيتال بون في الباك اوف نيك اسمها سب اوكسيبيتال بلكسس اوف فينز، اسمها سب، سمعناها دي قبل كده الاسكال. كان في حاجة اسمها اوكسيبيتال فينز، اوكسيبيتال فينز دي كانت بتصب في الصب اوكسيبيتال بليكس، يبقى الاوكسيبيتال فينز دي ليها كذا طريق لتصريف الدم بتاعها. نزل بصة معايا آخر واحد، حضراتكم في عندك هنا انيشالي فين أهو. الانيشالي فين ده معدي في حاجة اسمها الهايبوجلوسال كانال، عشان كده بقول لك أي خرم يتقل في السكال مش فاكر اللي بيعدي فيه اهبط له كلمه ايه؟ وبعدين احنا بنجيب ايه؟ منشن تو ستراكشرز باسنج ثرو ايه؟ انا مش فاكر ولا واحد، اكتب ايه مش هجيب اخد نص الدرجه احسن ما فيش. يبقى الناس اللي باصه معايا
ده معدي حضراتكم في الهايبوجلوسال كانال عشان يوصلني بالانترنال جاجلر فين. يبقى اللي باصص معايا تاني بتوع السيجمويد ساينس، واحد معدي فين ماستويد فورمين موصلني بالاوكسيبيتال، واحد معدي حضرتك بعد اذنك في البوستيريور كونتايلر فورمين موصلني بالسب اوكسيبيتال فينس بلكسس، واحد معدي في الهايبوجلوسال كانال موصلني بانترنال جاجلر فين. انا خلصت انيشالي فينز، هات لي الكلام ده اللي اسمها بيتيوتري كلام. عن طريق الخرم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اوبتيك فورم.
اول ما الاوبتيك نيرف يطلع من الاوبتيك فورامن تلاقي حصل تقاطع للفايبر بتاعك. هي ايه الفايبر بتاع الاوبتيك نيرف؟ فواحد جدع قال لي في فايبر لاترال اسمها تمبورال لانها بعيده عن المناخير، وفي فايبر ميديال اسمها نيزل لانها ناحيه المناخير. يبقى الاوبتيك نيرف في نوعين من الفايبر، تمبورال ونيزل. اللي بره تمبورال واللي جوه نيزل. اول ما الاوبتيك نيرف يطلع من الخرم ده ويدخل جوه الكرينيال كافيتي، يسيب العين ويدخل هنا، تلاقي النيزل فايبر عملوا ديكاستيشن، اليمين واحد شمال والشمال واحد يمين، هو ده اللي اسمه اوبتيك كايزما. يبقى الاوبتيك كايزما معناها ايه؟ تقاطع النيزل فايبر اوف ذا اوبتيك نيرف، اليمين يروح شمال والشمال يروح يمين. عايز ادي ملحوظه خطيره، المفاجاه الرهيبه، ان التمبورال فايبر اللي بره هي اللي بتخليني اشوف جوه، والنزل اللي جوه بتخليني اشوف بره. بمعنى ايه؟ الاي الفيلد الفيجن فيلد بتاعنا اهو. بص حبيبي، التمبورال الخضراء بتخليني ابص لجوه، يعني انا شايف هنا الحاجات الميديال كده بمين؟ بالتمبورال فايبر. وانا باصص كده انا شايف الحاجات اللي بره، اللي بره اللي تخليني شايفها مين؟ نيزل. يبقى اعكس، نقول ده عشان الناس اللي جايه اثنين، الاحمر اللي جوه نيزل بيخليني ابص لبره تمبورال، والاخضر اللي بره تمبورال بيخليني ابص لجوه نيزل. المعلومه دي خطيره وهتقول لي دلوقتي ليه؟ اصبر بقى عليا عشان اكمل لك بقيه طريق النظر. بعد الاوبتيك كايزما في حاجه اسمها اوبتيك تراك. الاوبتيك تراكت ده عباره عن تمبورال نفس الناحيه ونزل اللي جت من الناحيه العكسيه. بعد كده اروح لحته في المخ اسمها لاترال جينيكل بودي، ده جزء من المخ ده لو سمحت اللي بيستقبل النظر. بعد كده بعد ريديشن اسمه اوبتيك ريديشن يروح للفص الخلفي بتاع المخ، لمنطقه بتاعت البصر اسمها اريا 17. انا كده شفت. يبقى اقول بقى انا بشوف تاني ازاي للناس اللي عايزه تفهم. العين يطلع من الشبكيه على كل ناحيه اوبتيك نيرف، في نوعين من الفايبر، اللي بره تمبورال واللي جوه نيزل. هيتقاطع النيزل ويعمل اوبتيك كايزما. بعد كده اوبتيك تراك في تمبورال نفس الناحيه ونيزل اللي عدت من الناحيه العكسيه. بعد كده ده اسمه لاترال جينيكال بودي، ده جزء في المخ. حضرتك بعد كده يطلع ريديشن فايبر متشعبه اسمها اوبتيك، تروح للفص الخلفي الاريا 17. انا شوف كلكم بقى عشان السبوره من ثلاثيه الابعاد فاكرين ان طريق النظر ده جاي من فوق لتحت، يا حلاوه، يعني جاي من عينيا نازل لرجليا، اكيد حضراتكم من قدام لورا. دي نقطه. تاني نقطه بقى، في مقوله شعبيه جميله قوي في شارع اسمها المصري حيث التخلف، ما تضربش الواد على قفاه عشان ما يتهزش. خالي القفا ومال مركز الابصار، ده الاوكسيبيتال بون اهو والاوكسيبيتال لوب اهو، يبقى انا حد يضربني بشوم على الاوكسيبيتال بون ماشي اتعين، اتزحلق على قشره موزه واقع على الاوكسيبيتال بون زي الاثنين ب 8 جيجا ماشي، انما حد يضربني على الا لو بعيد عنك اللي بيضرب ده ايده عامله زي الخوف من الجاز. بياخد قفاك راح واخد لك ما انت بتنقل هتتخانق معاه، مش عارف فرقوس وتروح تتخانق مع حد. الناس اللي بصوا معايا بقى قالوا لي ايه؟ اسمع الجمله دي خطيره جدا، اسمع بقى بعد اللي انا قلته ده، عرفت انا بشوف ازاي؟ اسمع الجمله دي لانها مكتوبه تحت في الابلايد اناتومي، وفي ناس ما بتفهمهاش، لان محدش بيشرحها لك. بص بقى القصه ايه؟ دلوقتي انت بتقول لي البيتيوتري جلاند دي قدامي وفوق في اوبتيك كايزما، هنا مكان الاوبتيك كايزما. يعني تقاطع النزل فايبر ده حصل عند الجروف ده، يعني كل اوبتيك نيرف لما طلع من الخرم هنا راح النزل فايبر تقاطع وعملوا كايزما هنا، عشان كده بيسموا الجروف ده غير اوبتيك جروف كايزماتيك جروف، لانه شايل ومريح عليه الاوبتيك كايزما. اسمع بقى، واحد لا قدر الله جاله ورم في الغده النخاميه في التيوتري جلاند بتاعتنا، يبقى هيضغط على الاوبتيك كايزما. اللي جاوب السؤال ده كده يبقى اضغط على النيزل مش هشوف كده. يبقى عنده مرض اسمه باي تمبورال هيمي الوبيا، عارف يعني ايه؟ النص التمبورال بتاع كل عين راح، يبقى بس باصص لقدام ميديال مش شايف الحاجات اللي على جنب. اقراها تحت كده اخر جمله في الابلايد اناتومي،
لو واحد عنده ورم في البيتيوتري جلاند يشتكي من ثلاث حاجات. اسمع، واحد هرمونال او اندوكراينال ديستربنس، خلل في الهرمونات، اما صح هيطلع هرمون. اثنين، يشتكي من اعراض زياده الضغط جوه المخ، هيديك، صداع، بليرنج اوف فيجن، زغلله في العين، حضرتك فوميتنج. طبعا ايه اللي اقول لك الفوميتنج ده ليه؟ ما انا في عندي في المضله حاجه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون، ده اللي هو بتاع الفوميتنج. الكلام ده مفيش فيسيولوجي، مفيش فيسيولوجي. اخر حاجه بقى، انا اخر نقطه مكتوب ايه؟ مكتوب طيب بريشر افكت اوف ذا تيومر، التيومر بنفسه ابتدى يضغط. الغده اهي هضغط على الاوبتيك الكياسما، كله يجي لي هنا بقى، هضغط على اني فايبر النيزل اللي بتخليني ابص. يبقى في كل عين راح الجزء الخارجي التمبورال نص، يبقى هيمي انوبيا، هيمي نص وانوبيا مفيش، وباي تمبورال يعني نص التمبورال في كل عين، لان الفايبر النزل اللي بتخلينا بص تمبورال والعكس صحيح. تمام يا حبايبي؟ الناس اللي بصه معايا كده، انا ما خدتش في الريليشن غير حاجه واحده اباف اند ان فرونت، اللي يكمل معايا يبقى قاعد مركز. المفروض فوقيه في الدايفراجما سيري، وفوقيه الهايبو صالت، تحتيه في البادي اوف سفينويد اللي جواه سفينويد الاير ساينس. الناس اللي جدعه ورايا بلاقي الدورسام سيري والميد بريه على الجانبين كبيرنا الساينس اللي جواه انترنال كاروتيد ارتر وابديوسنت نيرف. نعيد تاني عشان خاطر الحبايب، اباف اند ان فرونت اوف ذا كياسما، بيهايند دورسام سيري وميد بريه، فوقيه الاقي الدايفراجما سيلي بالهايبوثالامس، تحتيه البادي اوف سفينويد اللي جواه سفينويد نير ساينس، على الجنبين الاقي كافيرنا ساينس اللي جواه انترنال كاروتيد ارتري وابديوسنت نير. انا بقول الكلام اللي في الكتاب بالظبط من اول محاضره ابتدينا فيها زمان. خلاص؟ اخر حاجه يجي لي دم في منين وخلصت البيتيوتري جلاند. طلع الانترنال كاروتيد ارتري وماشي جوه الساينس، ينفع الغده بحاجه اسمها انفيريور هايبوفيزيال ارتريز، تدي البوستيريور لوب. طلع الانترنال كاوتد بعد ما يسيب الساينس، لان انا قلت بيخرم الساينس ويطلع من فوق يمشي فوق الساق. الناس فاكره الانترنال كاوتد ارتري دخل من ورا بيطلع من قدام، لا، بصوا لي كده بعد اذنكم عشان في ناس مش متخيله. ادي الساينس عامل زي العلبه كده، انتيريور وكده بوستيريور، انترنال كاوتد بيدخل جوه الساينس من ورا ويمشي جوه الساينس، قبل ما يوصل لقدام يسيب الساينس وحضرتك يخرم الساق ويرجع يمشي كده ورا فوق الساق، وبعدين يطلع لفوق وينتهي تحت المخ. يبقى ده ماشي في انترنال كاروتيد ارتري جوه الساين. الناس فاكره اني بسيب الساينس من قدام، لا والله، ده انا قبل ما اصعد قدام اطلع لفوق واخرم السقف بتاع الساين. عشان كده في رسمه الكورونال كنت بتشوفه هو ماشي من فوق الساينس. الناس الجدعه وانا بعد ما اسيب الساينس اروح مدي حاجه اسمها سوبيريور هايبوفيزيال ارتريز، تدي الانفانتيبيلم الجذع او البيتيوتري ستون، في حاجه اسمها هايبو سلامو هايبوفيزيال بورتال سيستم اوف فيسلز، دي تدي الانتيريور لوب. اخر حاجه الفينز بتاع الجنان اظن قلناها النهارده، هتصب في الكافيرنا ساينس من ضمن التريبيوتالز. يبقى انا بيجي لي دم انتيريور هايبوفيزيال ارتريز من انترنال كاروتيد وماشي جوه الساينس، سوبيريور هايبوفيزيال ارتريز من انترنال كاروتيد بعد ما ساب الساينس، حضراتكم هايبوسلامو هايبوفيزيال بورتال سيستم اوف فيسلز، واخر حاجه الفينز الكبيره بتاعتي تصب في الكافيرنا ساينس كواحده من ايتس تريب يوتريز. نبدا في الوقت. بصوا يا شباب، اول حاجه كده في قربة مقدمه، انا في واحد فيني ما يقولهاش منتهى الامانه، غالبا هي هتلسع على الثلاث حتت المقدمه دي، ممكن ناخد عضلايه ولا حاجه، بس تستحملني بقى ان شاء الله يوم الاحد ان احنا ربنا معانا. الناس اللي باصه معايا حضراتكم، احنا ممكن نبدا بحضره الحد بدري شويه. لا ليه؟ لا ليه؟ يعني هي المحاضره الساعه 8، ممكن نبدا على 8 الا تلت كده. تيجي رشيد الساعه 6 يا جدع. مش هنخلص. لا ليه؟ ما تعملش كده بايدك يا راجل. ما تجيش اصلا الحد. صحيح انا ناسي ان حد الخميس دول اعياد. عيد الطلبه. لو سمحت يوم الاحد انا عايز ابتدي 8 الا 3. وعمال ما تسمعوا
بس عصب جدع يا عصب الطالب. يلا حبايبي الناس اللي بص معايا، عندي مقدمة في الأول. واحد كابتن، واحد هناخد الاستراكشر بتاع الايلت. الكلام اللي هقوله ده والله العظيم ثلاثة لو ما عرفته هاجي اشتغل في العضلات. تقول انت بتقول ايه؟ انا بعمل اللي عليا. الناس اللي بصة ده تركيب الايلت. زمان كنت قلت لك اوعى تفتكر ان الايلت حتة جلد زي ما حد قال انت جدع عايز مسبعك في وش عايز كده. زي ما قلنا فرد الراس مش حتة جلد. كل بقى يبص معايا كده ادي الايلت الجفن بتاعه على فكره. بص ده في الايدج بتاعه هيسيبوه كده الرموش الاي لاشز. بص كده ترتيب الايلت على فكره ده من سوبرفيشال تو دي. تمشي معايا؟ اول طبقه بتقابلك في الايلت بيبقى السكين. بعد السكين حضراتكم بتلاقي فيه سوبرفيشال فاشيه بس بتبقى لاكس طريه وديفويد اوف فات ما فيهاش دهن. بتبقى لاكس وديفويد اوف فات بدليل ان بقدر امسك الجلد اهو مفيش دهن تحتيه. يبقى سكين ثم سوبرفيشال فاشل. ثم حضراتكم البالبيبرال بارت بتاع الاوربيكيولاريس اوكيولاي. كان في حاجه اسمها اوربيكيولاريس اوكيولاي ثلاث اجزاء وكان في جزء بيمشي بالجفون اسمه بالبيبرال بارت. ثم حضراتكم المنقط بلون اخضر اللي تحت البالبيبرال بارت ده عباره عن لوس اريرال تيشو او لوس كونكتيف تيشو نسيج ناعم. ده مهم. عارف ليه مهم؟ عشان ده اللي فيه المين نيرفز اند فيسلز بتوع الايليد. يبقى لما تيجي تعمل عمليه في الايليد وعايز تدي البنج الموضعي لوكال انستيزيا تحقن حضرتك تحت الجزء العضلي هنا في مين؟ في اللوس اريولار تيشو حيث يوجد المين نيرفز الاعصاب. بعد كده تارسس. لو حد قال لي ما اعرفش ايه تارسس ده، ده انا ساعتها قلت لك والناس تبص معايا هنا هو حضراتكم كنا خدنا ان التارسس الاخضر ده فوق وتحت ده فين بليت شريحه رفيعه من جنس فايبرس تيشو، واحد في الابر ايليت والتاني في اللور ايليت. وقلنا حضراتكم التو تارساي سوبيريور وانفيريور يتقابلوا ميديال ويعملوا لي ليجمنت يوصلني بالميديال وول اوف اوربت كان اسمه ميديال بالبيبرال ليجمنت. يتقابلوا لاترال يعملوا لي ليجمنت اسمه لاترال بالبيبرال. ده الميديال وده اللاترال. سمعنا ميديال بالبيبرال ليجمنت ده ولاترال؟ كان حضرتك اللي بيطلع من ميديال بالبيبرال ليجمنت من فوق ويلف ويعمل كومبليت سيركل ويرجع لنفس اللي جبت من تحت كان اوربت. محدش يطلع على ايدي الكلام ده ما تنجزك وفكرت. كان اللي بيطلع من نفس اللي جبت بس من فوق ومن تحت كان البالبيبرال بارت ويمشي في الاثنين اي ليجز وبعدين يروحوا هنا هو يمسكوا لي في اللاترال بالبيبرال ليجمنت. اللي جدع الطبقه اللي تحت الترسس. ايه ده؟ دي غدد اسمها ترسال جيران مغروزه في السطح الديب او البوستيريور من الترسس. مهمه الترسس الجلد دي؟ بتطلع اويلي سكريشن. سكريشن عامل زي الزيت ينتشر على المارجن بتاع الايليد. عارف ليه؟ عشان يمنع الاوفر فلو بتاع اللاكرمال فلويد على الشيك على الخد. يبقى انت لما تيجي تعيط مش كل الدموع بتوع الخد في اويلي سكريشن يبقى على الفري مارجن هو ده اللي مانع الاوفر فلو بتاع اللاكرمال فلويد. عشان كده انا قبل كده قلت لك اغلبيه الدموع بتتصرف عن طريق اللاكرمال اباريتس الجهاز الدموي. نسبه قليله هي اللي بتنزل على الخد كنتيجه لان الترسال جلانز دي بتطلع اويلي سكريشن يعني سبريد على الليد مارجن هو ده اللي بيمنع حضرتك الاوفر فلو اوف ذا لاكرمال فلويد او تيرز على الخد الشيء. الناس الجدعه اخر طبقه دي جميله قوي بقى. لما تروح لدكتور العين يقوم قالب لك جفنك تلاقي لون احمر عامل زي الدم كده. ده غشاء مخاطي ميوكاس ميمبرين ترانسبيرنت شفاف بس هايلي فاسكولار بيسموه الكونجنتايفا. بيسموه الايه؟ كونجنتايفا. على فكره الكونجنتايفا دي جميله قوي. ليه؟ بص اللقطه دي لان من غيرها هيجي ذكرها في العضلات هتقول انت بتقول ايه ما اعرفش. ده ايه؟ ده احنا واخدين حضرتك مقطع كده هو طولي في نص العين. واخدين مقطع طولي فين؟ في نص العين. بص بقى بصين الجنب. ده الجفن الفوقاني وده الجفن التحتاني. بص بقى انا مركز على ايه في الطبقات بتاع الجفن. انا مش هحط كل الطبقات دي. اللي انا رسمه بالازرق ده الجلد واللي انا رسمه بالاسود ده الترسس.
واللي انا رسمه بالاخضر دي الكونجنتايفا. بابا حد يقول لي الكونجنتايفا عملت ايه؟ عملت ريفليكشن من الايرين على الاي بول. عملت ريفليكشن الاخضر من الايرين على الاي بول. على فكره الاي بول هتاخد انها ثلاث طبقات. حبيبي الناس اللي بتلبس لينسز عدسات العين بيحطوا اللينس على القرنيه. ايه القرنيه دي؟ ببص النهارده تلاقي في حته بتلمع على اللون البني. اللون البني ده في الطبقه الوسطى، بس القرنيه عشان شفافه انت شايف اللون البني. ماشي؟ القرنيه اسمها كورنيا. بياض العين اسمه سكليرا. اسمه ايه؟ فبيحصل ريفليكشن بتاع الكونجنتايفا من الايليد على الفرونت اوف ذا سكليرا. على فكره الكورنيا اهي والسكليرا اهي، انت ما بتشوفش غير الطبقه الخارجيه. كورنيا وسكليرا بيسموا زاويه الريفليكشن دي كونجنتايفا الفورنكس. بيسموها كونجنتايفا ايه؟ يبقى عندك سوبيريور كونجنتايفا الفورنكس وانفيريور كونجنتايفا الفورنكس. انا لو وحش ما اشرحش الكلام ده. واتف العضله دي اللي بترفع الجفن الفوقاني اللي هناخدها المره الجايه اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورس. مش شتيمه، ليفيتور ترفع وبالبيبري جفن، وسوبريورس جاي من كلمه سوبير. العضله دي مسكت في ثلاث حتت في الابر ايلين. والله من غير اللي بقوله ده يبقى انا بضحك عليك. اسمع كده، مسكت في الكلب الازرق، مسكت في الطرسس الاسود، مسكت في السوبيريور كونجنتايفال فورنكس. يبقى ساعتها كنت اقول لك طرسس تقول انت بتقول ايه، اقول لك كونجنتايفال فورنكس تقول انت بتقول ايه. يبقى النهارده راح اسالك على طبقات الايليد. على فكره في بعض كليات الطب في مصر تهتم قوي بالحاجات الصغيره دي. احنا عندنا ايليد ايه؟ عمر ما حد سال فيها. في كليه اسمها الطب بتاع البنها بياخدوا اناتومي. اناتومي يعني ايه اناتومي؟ الكتاب من الجلده للجلده. لا وايه بقى امتحان العمل ازاي؟ عندكم 10 عينات واسئله، مشتاقين عينات، امتحان 40 عينه عملي بدون اسئله. جاست ايدنت يعني لو اخذ النيرف اللي انت تسمع عنه اوريكولو تمبورال نيرف ده في الوهم عندهم انت فاهم؟ عندهم عينات وعندهم بيحافظوا على العينات. احنا بنسيب العينه للطالب، الطالب فاكر ان النيرف ده معنى. يقول لك بص كده اشوف كده النيرف واول لما يطلعوا يا عبد المجيد والله كان يقول لك انت في عيال عندها تقول لك ايه لما اقطع الحاجه عيانات. حرام عليك، انت بتقطع في بني ادم ميت. الموضوع مش انت فاهمه غلط. ما علينا، اسمع طبقات الايليد بسرعه. يلا يا كابتن، ده مين ده؟ سكين تحتيه سوبر فيش. لا لا سامحني سامحني، تحتيه سوبر فيش يا فاتح، تحتيه بالفيفر البانتور بالفيلاسكوبيار، تحتيه لوس اجل تيشو او كونكت تيشو اللي فيه الفيسنس والنيرف، تحتي طرس، تحتي طرس الجهاد، تحتي كونجنتاي. طب اخر حاجه بقى عشان نتكل على الله بعد ما خدنا طبقات الايليد لكرم الافاريتس الجهاز الدمعي. طبعا في غده هيبس، بص منظرها غريب قوي اللي بيبص معايا. الغده دي موجوده ايه بقى؟ اسمها لكرم الجهاد، دي بقى بدايه الجهاز الدمعي. واحنا قال لي ما انت قلتها لنا قبل كده، دي موجوده في سقف العين لكرم، دي موجودة في حفرة في الانترو لاترال بارت اوف ذا روف اوف ذا اورجن، يعني في سقف العين الروح. بس حضرتك مش ميديا لاترال ومش من ورا من قدام. المفاجأة بقى ايه؟ طلع الغدة دي جزئين. بص كده وقول لي رأيك ايه؟ اللي بص في الكتاب، الجزء اللي في العين هو اللي اوربيتال، لأن طلع عليها جزء صغير في الأبر أيليد اسمه بالبيبرال، والاثنين مكملين مع بعض حوالين العضله اللون الاحمر دي اللي في الجفن الفوقاني ليفيتور بالبيبري سوبريور. يعني العضله دي ليها ابونيوروزس. هبيها لك هنا برضه عشان محدش يقول انا مش شايف. ده الجزء الاوربيتال المنقط ازرق بتاع الغده، وده الجزء الصغنون ده اللي في الابر ايليد تحت الابونيوروزس. ده يبقى الجزء البالبيبر، حته فوق الابونيوروزس وحته تحت، بس مش مفصولين مكملين اهو. بص ادي الجزء الكبير الاوربيتال وادي الجزء الصغير البالبيبر، والاثنين مكملين مع بعض اهم حوالين الابونيوروزس بتاع الايه؟ ليفيتور بالبيبر سوبريور. اللي جدع الغده دي بتطلع ايه؟ دموع. قال لي بتطلع دموع ازاي؟ قال له عيب، كان في جانجليون اسمها سكينو بلاطين جانجل، ادي عليك وانا ماشي. كان في نيرف اسمه جريتر سوبرفيشال في الدروزل،
باراسمباثيتك قوت يعني رجلين يطلع بوست جنجليون كان بيروح للاكم الجلان. طلع بقى بيروح للاكم الجلان دي ازاي؟ ده مفاجاه بقى. طلع ان انا همشي مع الماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف كان بيخلف زيجوماتيك. الزيجوماتيك جوه العين اسم لزد تي وزد ال. الزد تي يتصل بكوميونيكيتنج لوب مع اللاكريمال نيرف اللي رايح للاكريمال جلان. في نيرف اسمه لاكريمال نيرف ده كان تبع المسلك كده. المسلك البنت دي جدعه. كان المسلك بيدخل جوه العين بينقسم لثلاثه فرانتال ونيزوسيلاري والاكريمال. يبقى الجدع بقى طلع ان الجريتر سوبرفيشال يعمل ريليف للسفينوبلاتاين تطلع بوست جانجليون. مش هتوصل لوحدها كده للجلان، تروح مع المجزرة وبعدين مع ابن زيجوماتيك، بعدين مع ابن الزيجوماتيك زيجوماتيك وتمبرال، بعدين يحصل كوميونيكيشن ما بين الزيجوماتيك وتمبرال واللاكريمال نيرف يوصل للجلان. سؤال حلو، الجلان دي بتطلع ايه؟ دموع. يبقى محتاجه ضغط. اللي يقول لي الضغط ازاي هتوصل الدموع العين يبقى جدع. بيطلع من الجلان ضغط صغيره هم يخرموا مين؟ الكونجنكتيفا اخر طبقه، فبيخرموا السوبيريور كونجنكتيفا الفورنكس وسط الدموع للعين. حبيبي عايز انزل الدموع من مناخيري، انا قايلها في خرمين صغيرين في كل ايليت في الفري مارجن اسمهم بانكتاي. كما كلمه بانكتر كل واحد يطلع منه قناه صغيره اسمها لاكمل كاناليكيولاي. جمع كلمه كاناليكولاس. اروح لكيس، الكيس ده موجود في الميديا لون اوف اوربت من قدام اسمه لاكمل سيل، موجود في جروب اسمه لاكمل جروب. الكيس ده الاور اند بتاعته بلايند مقفوله، انما من تحت بيطلع منه ضغط اسمها نيزو لاكمل ضغط، تروح تفتح في المناخير. يبقى انا كده رجعت لك اللاكمل ابريتس. اخر حاجه اللي عمال يلم في ورقه، اسمع طبقات العين عشان حضرتك يبقى انا كده عملت المقدمه بتاعتي. بص طبقات العين في ثانيه. العين ثلاث طبقات. الطبقه الخارجيه اوتر كود اللي انت بتشوفها. الشفافه دي القرنيه كورني. واللون الاحمر ده يبقى بياض العين سكرين. الطبقه الوسطى عباره عن اللون حضرتك اللي انا عامله اللي هو قدامك ازرق ده، ده البني اللي هو ايريس قزحيه. ومفروض في حفرة سودة موجودة في نص الايرس اسمها بيوبل النمني. على فكرة البيوبل دي وراها عدسة العين اللينس اللي بتجمع الاوضو وترميها على الشبكية. بعد حضراتكم الايرس اللي لونه في لون اسود ده سيلري بودي، حيث توجد عضلة اسمها سيلري ماسل بتشد على عدسة العين وتغير من شكلها عشان الاكو ميديشن. بعد كده في هايلي بيجمنتد باسكلر ممبرين اسمه كوروي. اخر طبقه ام لون ازرق الداخليه تبقى شبكيه العين اللي بيطلع منها اوبتيك نيرف. شكرا يا حبايبي.